كتير لين. أول شي سوري إنه ريحتي خراب، بس ما في ديودورون بالعبس. تاني شي ما بعرف ليش هالقد تفاجأت بس شفتك، علق دماغي وقطشت. كنت كتير مبسوط وبنفس الوقت بعد نواعي بقى ما كنت كتير مستوعب. كنت على أساس مش رح شوفك بقى غير برا، بتكون رجعتي من قطر وأنا طلعت. قمت أكلت كف حياتي، بعتقد لأنه انتبهت إنه بعدني بأرضي. العالم عم بيروحوا ويجوا ويسافروا ويطلعوا وينزلوا، كلبتي خلفت وكبروا ولادها وأنا بعدني بأرضي. وقت جيتي كنت بأخرى حالاتي، ما كنت متصور الموقف، ما عرفت حكيت شي، كنت بس عم بسألك كيفك وانت عم تضحكي غصب عنك. تعبت بشكل نهنهت كأني منمل، مثل لما كانوا عم يضربوني بالتحقيق. بالآخر نملت وبطلت حاسس بشي، كنت بس عطلان هم الوجع اللي حيجي تاني نهار. نفس الشي هلأ، محس أنا بمرحلة التنميل ونفسيتي عم تورم، بس أمي قال حضرت فيديو على يوتيوب ولازم ضل بوزيتيف. الأضرب من هيك إنه عم مثل على حالي وعن اللي عم يزوروني إني مبسوط ورواق. هيك هيدي البسمة الغبية عرفتيها، مثل لما تعرفت عبي أول مرة وكنت مضطرة تتحكي له على كل نكته البايخة. صرت عايش انفصام أخو شرموطة وخايف كتير من برا. كم بدي قلك ما بقى تجي لأما بدي تنطبع هالصورة عني براسك، بس توليت وكمان ما قدرت قلك ما تجي. كل شي فيي كان عم بصرخ انه بليز تعي، بليز تعي كل يوم، بليز ما تفلي اصلا. بحب الحياة انا، وهذا مش انا، انا مش خرج قفص، ما حدا خرج قفص. بس يفوتولنا الاكل اللي اهلنا جايبين اياه، بيفتحوا الباب بحطوه على الارض وبسكروا الباب بسرعة. بقى كل مرة بس يفتح الباب الدركي صرت عر علي، عر مثل جنينة الحيوانات لأن بس بلا الجنينة. أنا أخذتني كتير هالفكرة وصرت فكر جديا إنه خيي هالنمر اللي بالقفص إذا شي نهار إجا وفتحوا له الباب وطلع شو حيعني؟ حيطلع يدور على شغل ويكمل حياته أو حيقطشنا؟ طب فرضا قطشنا منلومه؟ قمت استرسلت أكتر بالفكرة وقلت حتى لو النمر طلع وما أكل حدا رح نضل نشوفه نمر. أكيد مش رح نصير نشوفه معزاية، بس قصدي حيضل نمر بعينينا، كل ما نطلع فيه رح نحسسه قديش نحن خايفين منه. ما رح نقفي فرصة أو محل نحكي عنه بقفية ونخبر كل اللي منعرفهم إنه النمر طلع من نمرومي من بعد 5 سنين، وأكيد ما حدا رح يشغله وأكيد ما حدا رح يحكي معه. بقى بالآخر حيرجع يأكل حدا، حنرجع نلومه وحنرجع نرده على القفص. فكري فيها، ما بعرف يمكن أنا عم زيدها، بس هذا رأيي. تصبح خير حبيبي، وإن شاء الله يجي النهار ونقدر نقراهم سوا إذا كنت بعدك ناطرتيني. كفى